بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه سيدنا وسلم وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا، آمين، وعلمنا ما ينفعنا، آمين، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. آمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يخاطب ربنا جل جلاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقول عز من قائل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. الآية الكريمة قالت فاعلم، ولم تقل قل لا إله إلا الله، لأن القول قد يتأتى من غافل بل يتأتى من كافر، لكنها قالت في أفصح عبارة: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي أيقن وذق وتحقق لأنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل. الآية القرآنية الكريمة فيها سند كلي وإيجاب جزئي. لا إله سلب كلي، إن الله إيجاب جزئي، فالسلب الكلي نقيض الإيجاب الجزئي. فلو لم يكن السلب الكلي نقيض لإيجاب الجزئي لما كان قول القائل لا إله إلا الله توحيدا. فاعلم أنه لا إله إلا الله، وإن تكن سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية. وهذا متن السنة في المنطق. فهذه الكلمة الطاهرة جمعت معنى التوحيد كله والصفات الواجبة لله عز وجل والجائزة والمستحيلة، ومثلها أيضا الصفات الواجبة والجائزة والمستحيلة للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وكل ما يقرأ في كتب التوحيد إنما هو خدمة للآية القرآنية الكريمة فاعلم أنه لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله يخرجنا. قال هذه الكلمة المشرفة فسلم الروح لخالقها، فلم يتكلم بعد هذا دخل الجنة مع أول فوز. وإن كل من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة والحمد لله. فيجب علينا جميعا أن نعلمها لأهل بيتنا نساء وأطفالا وذكورا وإناثا، ونحببهم فيها ونرقبهم بذكرها. لو وضعت الأراضون السبع والسماوات السبع في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، لرجحت لا إله إلا الله. اللهم وفقنا ومن علينا بذكرها آمين آناء الليل آمين وأطراف النهار آمين
كما تحب وترضاه يا أرحم الراحمين. آمين اللهم من علينا بمعرفتك آمين فتمنى قبض أرواحنا بيدك آمين. واجعل آخرنا من الدنيا. لا لا إله إله إلا إلا الله الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلام على على المرسلين المرسلين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.